فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تدل الأحاديث التي أقر فيها النبي صلى الله عليه وسلم من سمع من الصحابة ببعض الأدعية، هل يدل ذلك على جواز إحداث أدعية من عندي؟ لا، لما أقره النبي ما تحدثه أنت. لا، أقره النبي فهو بمثابة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أما أن تأتي وتحدث شيء ما يجوز هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.